يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، واليوم راح نتكلم عن مسلسل ذا 100. بس مو انا اللي بتكلم، تعرفين النظام يا اخوان، احنا نقعد نعيد المقدمه في كل مره. يعني ارسلت لكم ايش، طلبت منكم ترسلوا تعليقاتكم عن مسلسل ذا 100، وهل توصوا الناس يتابعوه، ايش عيوبه وايش محاسنه، يعني نسولف فيه مع بعض، ولكن ايش بألسنتكم وبرسائلكم. فعلشان ما يطول الفيديو، وصلتني تعليقات مره كثير، ما توقعت توصلني ذي التعليقات كلها، تجاوزت 300 تعليق يعني اذا حاولت اعد، فيا ماني داري كيف بقراها كلها. فخلونا نبدا علشان ما يكثر الكلام. اول واحد يقول مسلسل تافه غير قابل للمشاهده. بوم، ليش؟ اذكر السبب. طيب يا اخي نكملها. اللي بعد يقول مسلسل بقصه جميله واحداث ممتعه جدا، توتر مستمر في اول موسمين ولكن انحدر مستواه بالموسم الثالث بسبب قصته، وبعدين رجع بموسمين ملحميين وبس انتهت القصه وبدا التمطيط، ولكن بشكل عام مسلسل ممتع. عمار، شكرا يا عمار، خلوكم مثل عمار، شوفوا التعليق كيف ممتاز ومرتب، بين فيه وخش في تفاصيل كثيرة، عساس اللي بيتابع المسلسل بعد كذا خلاص أخذ فكرة. اللي بعده يقول مسلسل سيرفايفل جيد لكن فيها أفضل منه مثل لوست وذا ووكينج ديد. أوه يا لوست. اللي بعده يقول المسلسل فكرته حلوة لكن فيه تكرار في الأحداث. اللي بعده يقول مسلسل رهيب بمعنى الكلمة بس الموسم السادس يقهر نوعا ما. كان من أفضل المسلسلات اللي حضرتها ذا 100 واستمتعت فيها لعند الجزء الخامس، نركزوا بعدها ما بنصح أحد يكمل من شان تظل صورة المسلسل حلوة. انحلب الله المستعان. اللي بعد يقول حلو ممتع، في كم لقطة يمكن تخليك تكره المسلسل بس نصيحة كمل. أوكي، من أفضل المسلسلات اللي تابعتها وتقريبا كل موسم في عدو مختلف وكأن القصة مختلفة شوي. عموما المسلسل من ناحية التمثيل والقصة حلو. اللي بعد يقول ما أكذب عليك ما شفته بس واضح من شكله أنه سيء، بعدين حط أمزح والقمر الذي يناظر إلى اليسار أو اليمين، ويقول تنصحني فيه. أنا بنفسي جالس أحاول أنصح نفسي فيه، لسه ما تابعته. نرجع لموضوع التعليقات يا أخوان، حاولوا إيش تكتبوا التعليقات كويس عشان أعرف أقراها. يا أخي جمهوره يا حبوه مرة يا كرهوه مرة. عن نفسي تابعت أول حلقة وما جذبني. مامان نفس الشيء والله، تابعت اول حلقه وكذا حسيت اني ما بكمل. شكرا لك. اللي بعد يقول مسلسل كان اول جزئين حلو لكن مطوه مط الين صار ابو كلب جدا صار والله. اوكي، فكره المسلسل ممتازه لكن التمثيل ضعيف نوعا ما، والقصه بدات تتجه الى منعطف اخر، يعني بدوا يحلبون المسلسل. يا اخي اكره الحلب، يا اخي اكره الحلب. ليش الناس تحب ليش ما نوصل لنقطة نهاية كويسة في أي مسلسل؟ ليش كذا؟ أو حتى لو سلسلة أفلام، انهي المسلسل بطريقة جيدة وخلي الناس تصفق وخليهم يستمروا في التصفيق 100 سنة قدام. ليش تدمر كل التصفيق ذا بموسم زيادة بايخ زي وجهك؟ اللي بعد يقول ما شفته بس شكله طيب، يبيلي أشوفه وبس، والله حبيت أطلع في الفيديو بس طلعني تكفى. أوكي، لو كتبت اسمك بالمرة عشان أقوله. اللي بعد يقول It's the best TV show ever. اوكي، اللي بعده مسلسل في بدايته كان جيد لكن بعد التمطيط اللي صار عليه خلاني اسحب عليه. يا لسه جالس نتكلم عن التمطيط يا صاحبي. اللي بعده يقول اول مسلسل تابعته بحياتي، افضل تجربه، مسلسل اخذني وجذبني بشكل غريب، احبك والشخصيات وكيف يتبدل شعورهم تجاهه مع كل حلقه عظيم صار. ويانا ما اعرف اقرا احبك والشخ. اوكي فهمت التعليق، كلنا فاهمين. اللي بعد يقول القصة ممتازة، حبكتها جيد، التمثيل جيد، الأحداث مشوقة وتشدك. السلبيات الشذوذ اللي صار في كم موسم قدام ولا كان له داعي، أعطيه 8/10. شوفوا يا أخوان، يا إنه التطبيق ذا اللي هو تيليموني مدري تيلينومي مش اسمه يشوه التعليقات ويخليني ما أعرف أقراها، أو إنه في ناس فعلا يعني ايش يكتبوا كذا بسرعه وما ينتبهوا انهم يغيروا سياق الكلام فجاه يتلخبطوا. اللي بعد يقول مسلسل بدا بدايه رهيبه وكان رهيب الين صاروا يمططون ويخلقون احداث غبيه وصار ممل مره. يو ايت شرطه تحت 1، يا هلا والله. مرحبا يا الوجيه، شفت من المسلسل 5 مواسم وصراحه اللي جذبني المسلسل قصته وجميل، انصح اللي يحب الخيال والفضاء يتابعه. زبد يا اخوان. اللي بعد يقول تمطيط لا نهائي يوصل للقرف، مسلسل جميل وحلو لكن شغل سي دبليو. اللي بعد يقول من افضل المسلسلات اللي تابعته وانصح فيه. اوكي، في تعليقنا واضح انه ايش فيه مضاربه. مسلسل مراهقين وحقين مطعسه اكشن
ما في أي عمق للأحداث، والحبكة الدرامية ضعيفة، بناء الشخصيات سيء، ثلاث مواسم ضيعت من وقتي مليان تمطيط وتكرار، وحلب القصة مكررة بشكل مستفز، والحين حلقات وصلت 100 حلقة. مسلسل مراهقين يب ممكن لأنه تصنيف جيد. حقين مطعسة فكونا من ذي الألفاظ، فكونا تكهون. اللي بعد يقول مسلسل خرافي متكامل من كل النواحي، ما في مشاهد إباحية كثير وأحداث حماسية وشخصيات رهيبة، كل شوي تكره واحد بعدين ترجع تحبه. صح أنهم حلبوه بس لو يوصل 100 موسم بتابعها كلها. هو المسلسل الوحيد اللي خلاني أبكي، وباقي ننتظر نتفليكس تنزل المواسم الباقي. خلاك تبكي؟ واي ليش تبكي؟ المسلسل فيه يعني بكى؟ ما عنديش فكرة والله، معلومة جديدة. مسلسل كانت بدايته جميلة وبعدها سلم على الشهداء. حلوة حلوة زبد. التعليق هذا اختصر الموضوع. مسلسل كانت بدايته جميلة وبعدها سلم على الشهداء. اوكي اللي بعده يقول اكثر مسلسل ندمت اني تابعته تمطيط. كتب حرف الطاء كثير جدا. والله يواجه المسلسل جميل جدا من ايجابياته، تطور الشخصيات وكثرة الشخصيات المهمة بالمسلسل وقوة الأحداث، لكن في عيوبه أتمطيط. أتمطيط كتب أتمطيط من دون ال أتمطيط. طبعا هو من بداية التعليق هو يستخدم ألف من دون لام. أتمطيط أشخصيات أشخصيات. كان باقي تكتب أمسلسل وغلق الليلة. اللي بعد يقول مسلسل عادي جدا، باختصار مسلسل عادي جدا كذا قال مرتين، الظاهر انه كتبها وقال لا بضيف باختصار بعد. اللي بعد يقول الصراحة مسلسل جبار في البداية، بتحس انه في تمطيط وانت بتتابع، ولكن بعدها يشعرك بروعة الفضاء وكيف الناس بدأوا وايش يقدروا يسووا. الكاست كله بدع. انتظر 20 يوم بفارغ الصبر. أخوك مشي على المطرفي. ونعم يا مشي. اللي بعد يقول مسلسل جميل وكل شيء من هذا القبيل، بس المشكلة آخر كم موسم كان فيه تمطيط كثير. خلاص أنا أشوف يا جماعة، أشوف يعني أنه خلاصة التعليقات تقول أنه المسلسل انحلب. يعني إذا بنلخص، كفاية كفاية تعليقات كلها متشابهة تقريبا. إذا بنلخص مسلسل The 100 أنا لسه ما تابعته، لكن بناء على تعليقات الناس اللي وصلتني، مسلسل جيد، أموره ماشية في السليم كانت، ولكن بدأ ينحلب إلين صار بايخ، بدأت الأحداث تتمطط إلين صار ما لها معنى، ولأن الناس كرهت فكرة المسلسل. وأتوقع يعني من خلال تعليقاتكم برضو أن الناس كانت تتمنى أن المسلسل ينتهي بنهاية جيدة وخلاص ما يحتاج التمطيط وهذه الفزلقة. وبس والله تعليقاتكم صراحة في ذا الفيديو كانت يعني مثمرة وعطتني فكرة وانطباع ممتاز عن المسلسل، والحين أقدر أقرر هل أتابعه أو لا. لكن الخطوة الجاية باقي عليك أنت عزيزي المتابع، هل ناوي تتابعه أو لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم بمسلسل The 100 إذا حابين تضيفوا للتعليقات اللي كتبوها، واكتبوا لنا رأيكم برضو هل ناويين تتابعوا بعد التعليقات اللي وصلتنا عن المسلسل. لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك وحركات جرس، أي زر تحت في موجود في عند جنب اسمي اضغطوه، اشتراك جرس أي شيء، ونشر وكل شيء لايك، بس ديسلايك لا تكفون الله يخليكم. أي أكشن تقدروا تسووا تحت الفيديو سووا. وشكرا لكم، كان معكم الوجيه، في أمان الله.